بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع ضيف من ضيوفنا الأعزاء ضيوف ديوانيات مركز حي الفيزية. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الاسم الكريم؟ راشد الناكدة أنزي. نعم أخي راشد. راشد أنت أول زيارة لك هنا للديوانية؟ لا والله يمكن ثالث مرة أو رابع مرة، يعني دائما نجي إذا صرت فاضي أجي لاستراحة الاثنين والثلاثة. جميل، يعني أقدر أسميك من أصدقاء الديوانية. إي نعم. راشد وش أجمل شيء شفته بالديوانية؟ وش شيء مثلا تحس إنك كسبته من الديوانية، أو الديوانية زادت لك شيء أو عدلت فيك شيء مثلا؟ والله كسبنا الراحة والوناسة فيها والخير وكل شيء، يعني ما يعني لقينا شيء أزيد من روح برا، شيء يعني لقينا فيها فائدة أزيد من برا. جميل. في شيء معين تتمنى انك تشوفه بالديوانية؟ الديوانية طبعا قامت من اجل الناس ومن اجل زوار الديوانية، هل في شيء تعتقد انه ناقص بالديوانية تتمنى انك تشوفه بالديوانية، او شيء موجود تتمنى انه يتطور؟ والله اتمنى يكون يعني ممتع، يعني متكامل، يعني نكون متواجدين كل يوم ونبدل كل ثلاثة نجي ونتحمس زيادة ونطول يعني زي. طيب لو قلت لك نصيحة بتقولها للقائمين على الديوانية، أو كلمة للقائمين على الديوانية، أو خلنا نقول كلمة للي خارج الديوانية. والله كلمة وش يعني؟ يعني نصيحة للقائمين على الديوانية أو اقتراح مثلا. النصيحة يعني لا تجون هنا وكذا، يعني ملحق وناس وممتع وخير، ويعني أزين من شيء من برا وكذا أزين يعني. بيض الله وجهك أخوي راشد، شكرا لك، يعطيك العافية. ضيف من ضيوف الديوانية، ضيف جديد، ياسر الخضير، أحد رواد الديوانية. مساك الله بالخير ياسر. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الله يخليك. ياسر، من متى وأنت ترتاد الديوانية ومن زوار الديوانية؟ والله من عدة أسابيع تقريبا، يمكن هذا السادس أسبوع وأنا اللي جاية في الديوانية. يعني أقدر أسميك صديق الديوانية؟ نعم هو كذلك. طيب ياسر، من الأشياء اللي شفتها والتنوع الموجود، إيش أكثر شيء يعني جذبك للديوانية أكثر، أو ارتحت إنك تجده في الديوانية كل ما جيت؟ أولاً أنه الديوانية تختص أو تحتكر على الشباب كثيراً، ودائماً ما تحث أنه مثلاً اللقاءات تكون شبابية أكثر وبحتة قبل الشيخ وبعد الداعية. دائماً ننظر مثلاً في تسلية قبل الداعية وما بعد الداعية. تجد بعض الشباب من الأخوان المقيمين على هذا الحفل يدعون أحد الشباب مثلاً الغير ملتزمين مثلاً، ويحثونهم على الدين ويحثونهم على الطاعة ككل. جميل. هل في شيء تتمنى انك تشوفه تطور بالديوانية، او اقتراح جديد تتمنى انك تشوفه بالديوانية؟ والله يعني اتمنى جدا، يعني اتمنى اشياء كثيرة، يعني اتمنى ان يوصل مداها اكثر من هذا. نجد انه في منطقة القصيم فقط، يعني اتمنى ان تكون مشهورة على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني مثل هذا الملتقى مساند من قبل جهات معينة، يعني يحافظ على اشياء مثلا مثل ما تقول يعني محافظة جدا على يعني التقاليد والعادات والأزاد، ما فيها شيء يعني يرتكب غير ذلك يعني. طيب ياسر، لو قلت لك أن صوتك الآن يصل إلى ناس لم يزور الديوانية، لا يعرفون الديوانية، بماذا تهمس لهؤلاء الناس؟ أمس لهم بإذنهم خفيا خفيا، أوتوا إلينا فلتجدون المتعة أكثر وأكثر. بيض الله وجهك، شكرا لك ياسر. ضيف جديد، وجه جديد من وجوه ديوانية الفايزية، أخونا عبد الرحمن السالي، قطع مئات الكيلومترات من الرياض إلى القصيم ليكون أحد الحضور هذه الليلة. حياك الله أخوي عبد الرحمن. الله يحييك ويقيك. حالك طيب؟ والله بشر. عبد الرحمن جاي من الرياض للقصيم عشان والله حج وقضيت حاجة. جاي زيارة يعني. إيه نعم. من وين وصلك صدى الديوانية؟ والله وصلني من الأخ وليد، صاحبه على ما قال، ايوه جاب النفيذه ما شاء الله، بس انا كان يعلمنا عنها في الرياض هناك. تصلكم اصداء بالرياض؟ اكيد ان شاء الله. من المتابعين الموقع تويتر؟ والله انا لا، الموقع الديوانيه او على اليوتيوب؟ لا ما. طيب وش انت اول حضور معنا هنا ولا لا؟ ديه. وش اجمل شيء شفته بالديوانيه؟ والله ما شاء الله الشيخ المرح هذا ما شاء الله. الاخ فهد الريش ابو حنان. طيب شيء تتمنى انك تشوفه في زيارة قادمة؟ والله تكثير هدايا. تكثير الهدايا. الظاهر انت فزت بهدية. سؤال ولا وش المشاركة؟ لا شطحت عليهم حاجة وفزت واخذت الجائزة. تستاهل. حياك الله اخوي عبد الرحمن، ونتمنى انك نشوفك انت ونشوف الضيوف ان شاء الله قادمين من الرياض. حياك الله، شكرا لك. شرف اكثر والله. الله يحييك. هلا. ضيف آخر من ضيوفنا في ديوانية الفايزية، ليسوا هم الضيوف إنما هم أعمدة الديوانية، نتعرف عليكم. سعد النومسي. والنعم سعد. سعد أول زيارة أنت لك هنا؟ لا
لك زيارات قبل هنا. نعم. كيف عرفت عن الديوانية سعد؟ عن طريق أبو حنان الريش وعن طريق الشباب وعن طريق الفائدة اللي استفادوا منها يعني وكل شيء فيها مفيد يعني. طيب أنت شفت أبو حنان وشفت الجو اللي يسويه أبو حنان وبعض الشباب، وش رأيك بال 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 بالفكرة هذه، وش رأيك بالأجواء اللي تصير حوالين الديوانية قبل الشيخ وبعد الشيخ والله الأجواء الزينة، منها يكسبون زوار ومنها يكسبون ناس تجي هنا وتكون سبب الهداية بعضهم. طيب أنت مع أبو حنان، أبو حنان يوزع جوائز، كسبت شيء من وراء أبو حنان؟ لا، نكسب أهم شيء جيتنا وشوفت الرجال. لا، هذا المكسب لنا حنا، جيتكم مكسبنا حنا، لكن أبي أنت كسبت شيء. مرة أشوفك يعني، وأنا اللي كسبك يعني. الله وجهك. طيب وش اللي تتمنى أنك تشوفه بعدين بالديوانية؟ أتمنى توسيع الديوانية هذه أهم شيء، زين، و يعني في المسابقات يعني عشان الناس يجون